بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين في جزئية الكوليكشن. وتعالوا المرة دي نظبط الكوليكشن شوية قبل ما نعدل التمبلت. هنروح للكوب بتاعها ونعمل حاجتين كويسين. أول حاجة تعال نحط السيريال اللي هيبقى ملوش دعوة بالمنتج أيا كان، هعمل رو نمبر وأخليه هو ده السيريال. وبالنسبة لي البرودكت أي دي والأي دي نفسه مش مهمين إن هم يظهروا، فهعملهم إيه؟ هيدن، سوري هيدن، فيبقى الشكل بالشكل اللي أنتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا السيريال هنخلي السيريال في الاول، فيبقى كده المنتج رقم 1 2، بزود المنتج بيزيد معايا اهو، تمام. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج اولا تعال نغير التمبلت ونختار التمبلت تاني. فمبدئيا هنختار التمبلت بتاع اليرت. طبعا انت تقدر تختار اي تمبلت انت عايزه، تمام. فلما بتعمل اليرت هيبدأ يبان بشكل تاني انه محتاج منك تايتل، ديسكريبشن، واكشن. انا عدلت تمبلت وعملت تمبلت تاني هوريه لكم، وهيبقى عندي برضو الاليرت والاليرت ديسكريبشن، وعندي كمان اللي هو الاكشن. هيبقى اكتر من حاجه، هيبقى اضافه منتج او زياده الكميه وبقلل الكميه، وبحذف المنتج لو انا مش عايزه، تمام. فالتمبلت موجود هوريه لكم اهو، ده الاليرت يا جماعه. كل اللي انا عدلته فيه ان انا رحت في الجزء بتاع البوتوم، عملت حاجه اسمها اكشن 1، اكشن 2، اكشن 3، اللي هيبقى فيه واحد بيضيف بيزود الكميه، واحد بيقلل الكميه، واحد بيحذف المنتج خالص، تمام. وبقيه التمبلت زي ما هو. بعد كده هروح اخد الكود بتاعي ده كده زي ما هو واضيفه هناك. بس الاكشن يا جماعه انا هعملها عباره عن زراير، هعملها عباره عن ايه؟ عن بوتوم زي ما اتعودنا. فتعالوا نغير الكويري كده، بعدين اشرح لكم كل جزئيه. ده العادي خالص، عملت ده ايتم هيدن عشان يبقى شايل الاي دي، تمام، والفاليو بتاعته السيكونس اي دي عشان يبقى شايف شايل السيكونس. وعملت ايتم مين تاني ديسبلاي وسيف عشان يبقى حافظ لي البرودكت اي دي. كل الكلام ده احنا خدناه. وخليت السي 01 ده هو الكارد تايتل، وخليت كمان الجزء ده عباره عن الكميه في السعر بتاع المنتجات كلها تبقى هي الديسكريبشن، تمام. وبعد كده عملت 3 اكشن. خلاص عملت 3 اكشن عباره عن بوتون اهو، اكشن 01، اكشن 1، وده اكشن 2، وده اكشن ايه 3 موجوده عشان تبقوا شايفينه بس. طيب الزرار عباره عن ايه؟ عباره عن ديف بعمل، عملت له ديسبلاي ان لاين عشان يبقى لوحده، وطبعا في اللينك زي ما احنا عملناه اكنه لينك اهو، تمام. وبعدين عملت حاجه اسمها ايه؟ داتا اي دي، هيشيل قيمه ال 01 ده اللي هو البرودكت اي دي بتاعي يا جماعه عشان اتعامل معاه، ازوده انقصه احذفه. وعملت هنا اهو كلاس اسمه انكريز ايتم، ده بالنسبه للاولاني. بالنسبه للتاني برضو لينك اهو، وفي نفس الوقت داتا اي دي شايله السي 01 اللي هو البرودكت اي دي، وكلاس اسمه ديكريز ايتم. وبالنسبه للديليت برضو ديليت ايتم، وبرضو شايل الداتا اي دي اهو ومعاه اللينك، تمام. تعالوا نجرب. طبعا اول ما بنفذ كده ما بيبقاش شايف الاعمده، بيبقى شايفها زي ما انتم شايفين كده مش مترجمها. تعالى اول نغير التمبلت، سوري. اول ما بنفذها كده ما هوش شايف الزراير، ما ترجمش الزراير. طبعا زي ما انتم عارفين لازم انا اقول له اكشن 1 و2 و3 دول المفترض يبقوا عباره عن ما تتجاهلش الكود بتاعهم وترجمه، فيبقوا زي ما انتم شايفين كده، تمام يا جماعه، خدتوا بالكم؟ يبقى ده الجزء اللي احنا ايه عملناه. تعالوا دلوقتي نخلي الريجون ده يظهر هنا جنب ده، بلاش يبقى ايه نفس الليفل بتاعه، ونخليه ما ياخدش المساحه دي كلها، ياخد بس كام؟ 3، عشان يسيب المساحه دي لايه؟ للبرودكت، عشان يبقى بالشكل ده يا جماعه، تمام. ناقصني ايه؟ ناقصني افعل دول بقى، ان ده ينقص وده يزود الكميه. طبعا ده السعر في الكميه، وجبت الاجمالي عباره عن حاصل ضربهم عادي خالص، تمام. وناقصني بقى ان انا يا جماعه انفذ الاكشن بتاع دول، وبعد كده اعمل زرار ياخد الكلام ده يوديه للاوردر. كمل الكلام ده الجزء الجاي. سلام عليكم.